أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي القرار رقم 1508 لعام 2024 بإنشاء ميناء بحري تخصصي سياحي دولي بمدينة رأس الحكمة الجديدة، ذلك لاستقبال اليخوت والسفن السياحية. تضمن القرار الوزاري أن تتولى وزارة النقل الإشراف الفني على تنفيذ إنشاء الميناء بمدينة رأس الحكمة الجديدة، والتأكد من جدية التنفيذ ومطابقته للمواصفات والاشتراطات المقررة قانونيا، على أن تصدر الوزارة القرارات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة. في لبنان، كشف رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر عن تخطي قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني والمؤسسات والبنى التحتية جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان خلال 7 أشهر $1.5 مليار. ووفقا لإحصاءات مجلس النواب الحكومي والمكلف بمسح الأضرار في جنوب لبنان، قدر قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني والمؤسسات بأكثر من $1 مليار منذ بدء التصعيد في 8 أكتوبر حتى مطلع شهر مايو. ألحق التصعيد أضرارا جسيمة بمرافق البنية التحتية قدرها مجلس النواب بنحو $500 مليون، حيث طالت الأضرار بشكل رئيسي مرافق المياه والكهرباء والصحة والخدمات الأساسية والطرقات. في أسواق البترول العالمية، هبطت أسعار النفط حيث ساهم انحسار القلق حيال للإمدادات وعلامات على تراجع الطلب في تبديد تأثير المخاوف من التصعيد في الشرق الأوسط. وهبطت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 60% ليصل إلى $82.66 للبرميل. كما تراجعت العقود الأجلة لخام غربي تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 54% ليصل إلى $77.96 للبرميل. كما هبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 41% لتصل إلى $2.45 للتر. في المقابل، زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 9% لتسجل $2.20 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في وول ستريت، تراجعت المؤشرات الرئيسية الأمريكية متأثرة بأداء أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة، ذلك بالتزامن مع انتعاش عوائد سندات الخزانة في وقت يسعى فيه المستثمرون لمزيد من الوضوح فيما يتعلق بخطة البنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة تقدر ب 17%، وتراجع ستاندرد أند بورز 500 بنسبة تقدر ب 36%، ومؤشر ناسداك المجمع بنسبة 65%.